لكن الاهم بالنسبه لي الاستعدادات ماشيه ازاي، لان يعني زي ما احنا عارفين الفريق بعد المباراه الاخيره والفوز الكبير على الداخليه يوم الاربعاء اللي فات بنتيجه 4-1، تاني يوم اتمرنت على طول، يوم الجمعه كان اجازه، امبارح استأنفت التدريبات، النهارده بتواصل تدريباتك، ربما لسه الامور ما فيش بخصوصها اعلان رسمي. يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ كان اتكلم وقال ان هيبقى في مباراه وديه يوم الاثنين، ربما ان يحصل بعض التعديلات. هقول لك ليه التعديلات، احنا دلوقتي بنتكلم يعني كمؤشرات لكن كإعلان رسمي النادي الأهلي لسه، لكن ممكن يحصل تعديلات على برنامج النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. ليه؟ البرنامج التدريبي تحديدا، لأن أنت المفروض عندك ماتش يوم 27 الشهر الجاري مع المقاولين في ربع نهائي بطولة كأس مصر بتاع السنة اللي فاتت، وفي نفس الوقت في قرعة لكأس الرابطة يوم 9 من الشهر الجاري، علشان تبتدي البطولة بنظام خروج المغلوب يوم 18 او 19 على ما اتذكر من الشهر الجاي. فبالتالي كل الامور دي هتعدل برنامج النادي الاهلي، ربما ربما منتظرين اي يعني اعلان رسمي من النادي الاهلي بخصوص هذا الجانب. لكن لحد دلوقتي احنا متعاملين او بنتعامل تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ الاخيره بخصوص ان هيكون في مباراه وديه وبعد كده اجازه ويسافر كولر وهيرجع والكلام ده، لكن في كل الاحوال استعدادات ماشيه بشكل كويس جدا، واستعدادات مميزه بالنسبه للنادي الاهلي تحت قياده هذا الرجل المبشر للغايه والمدرب الكبير جدا مارسيل كولر. النهارده التدريب ابتدى الساعه 9 الصبح، تدريبات بدنيه وفنيه تمام، وده من خلال بعض التدريبات في الجيم كان عباره عن نص ساعه، وبعد كده تدريبات مع اندرياس اندويا مدرب الاحمال، وبعد كده فقرات فنيه متنوعه، تدريبات على الكرات العرضيه والتصويب على المرمى، وبعدين تقسيمه مصغره في اخر المران شارك فيها جميع اللاعبين. كمان من ضمن الاخبار الجيده عوده اليو ديانج للمشاركه في التدريبات بس بشكل تدريجي، يعني ما خدش كل فقرات التدريبات الجماعيه، لا طبقا يعني للتنسيق مع الجهاز الطبي ان اللاعب ياخد تدريبات بشكل تدريجي لحد ما يجهز تماما للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل كامل. هو كان عنده زي اصابه بسيطه كده في العضله الخلفيه وبعدته عن اخر ماتشين بالنسبه للنادي الاهلي، سواء ماتش الزمالك في السوبر او حتى مباراه الداخليه الاخيره في الدوري. لكن اكيد عوده ديانج مهمه جدا، واكيد اكيد باذن الله واحد احد ربنا يحمي الجميع من الاصابات هيكون جاهز مع اول مباراه مقبله للنادي الاهلي باذن الله تعالى. ده بخصوص اليو ديانج وخبر جيد للغايه. فدي اخبار النادي الاهلي في التدريبات. الاهلي يعني اكيد بكره في تمرين او مباراه وديه، الاقرب لحد دلوقتي طبقا اللي تم الاعلان عنه ان مباراه وديه، لو في تعديلات اكيد هنقولها لحضراتكم بالشكل الرسمي اللي حضراتكم متعودينه دايما من خلال شاشه قناه النادي الاهلي.